اليوم رح أخبركن قصة بنت صغيرة. كان عمرها 3 سنين بس لما صار عندها لوكيميا أو سرطان الدم. من بعد ما تعالجت وشفيت رجع لها المرض بعمر 8 سنين. بينما كانوا كل الأولاد عم يلعبوا وعايشين حياتهم طبيعية، هي كانت مع الإبر والعلاج. بس مساعدة أهلها كانوا السبب الأساسي لتقوى وترجع تحلم من جديد. ما كان في شي خليها تفقد الأمل وتضحك على وجهها. صحيح كانت هادية وخجولة، بس الصهر والوجع بغرفة العلاج كان إلهم قول تاني. هاي أنا اسمي لين، رفيقي كريم كتير كتير مريض وعدته يلعب معي مرة تانية. هو بده كتير 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 مصاري ليصحني، بدي اتبرع له مليون دولار. أنا لين اليوم 18 سنة، بطلة من أبطال مركز سرطان الأطفال بلبنان Champion Circle. عم كفي دراستي لحقق هدفي وصير سايكولوجيست حتى ساعد الأطفال يلي كنتوا بعمرهم، إنه يكون عندي عائلة تاني مثل مركز سرطان الأطفال بلبنان اليوم. شي ما ممكن يتقدر بثمن.